نعرف وقت المشهد يلي عم نكتبه على الورق وقديه لازم يكون عدد صفحات الفيلم. هاي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على تشانل سناري. اجاني كثير اسئله حول موضوع معين، رح جرب انه جاوب عليه بهذا الفيديو. اول سؤال من توينز سي ام بيقول كيف فينا نعرف انه هيدا العدد تبع صفحات منيح او بعد بيحمل السيناريو؟ والسؤال الثاني بنفس الموضوع لفاطمه خلف بتقول ممكن مع الوقت تعطينا سيناريو مكتوب وكيف بنعرف عدد دقائق المشهد واذا كل صفحه بده يكون فيها مشهد او اكثر؟ سؤال مهم وهو تكون صريحه معكم بيضيع شوي بالاول لما نكون بعدنا مبلشين بكتابه السيناريو، وانا كان يبقى عندي هالتساؤلات اول مره جربت اكتب فيها فيلم سينما، ما كنت عارفه كم صفحه لازم يكون، ما كنت عارفه المشهد اللي عم بكتبه اذا طويل قصير، هل لازم اكتب كذا مشهد على نفس الصفحه او لا. راح جرب جاوب على هيدي الاسئله. كرمال هيك تابعوني للاخر، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، تعملوا لايك اذا عجبكم فيديو او ديسلايك اذا ما عجبكم، اكيد اعملوا شير مع اصحابكم لحتى هن كمان يستفيدوا من المعلومات يلي عم. بالبداية لازم تعرفوا انه في كذا فورمات لكتابة السيناريو او السكرين بلاي او نص الفيلم يلي عم تشتغلوا له، وهدول الفورماتس فينا نستعملهم لكتابة فيلم سينما او لكتابة مسلسل تلفزيوني، فيكم تنقوا الفورمات يلي بتعجبكم. اكثر اثنين فورمات بيستعملوه الكتاب هو يلي معروف بالفورمات الامريكاني وهو على هيدا الشكل، او الفورمات الثاني يلي مقسم على جداول وهو على هيدا الشكل. الفرق بيناتهم مثل ما انكم شايفين انه بالفورمات الامريكاني الديسكريبشن او الاكشن بتكون منفصله لوحدها، واسم الشخصيه والحوار بيكون محطوطين ب منتصف الصفحة، بينما بالفورمات الثاني فالورقة بتكون مقسمة لجداول، بيكون بالجدول الأول هو الديسكريبشن أو الأكشن، بالجدول الثاني أسامي الشخصيات، وبالجدول الثالث الحوار. شخصياً أنا بلشت وفضلت إنه كمل بالفورمات الأمريكاني لأنه حسيته أوضح للعين واسهل على القراءه. الفورمات الثانيه بيضيعني شوي، كرمال هيك فضلت انه اشتغل على الفورمات الامريكاني. مش من المفروض يكون في فرق بالتوقيت بين هالفورماتس لانه بالعاده صفحه مفترض انها تساوي دقيقه على الشاشه، اكيد مش دقيقه على القد، فيها تكون اكثر شوي او اقل شوي، وهلا بنحكي ليش. اكيد فينا نكتب كذا مشهد على الصفحه الوحده، ومش بس فينا، نحن لازم انه نكتب المشاهد ورا بعض وما نترك سبيس كثير كبير بيناتهم، لانه هيدا الفراغ بين مشهد والثاني هو بيعني ثواني معينه على الشاشه، فهيدي الثواني بتكون فراغ كمان. مثلا انا لما اكتب دوكيومنتري بستعمل هيدي الطريقه انه كل مشهد بكتبه على صفحه واحده، بس لانه طريقه كتابه الوثائقي وطريقه تصوير الوثائقي تختلف كثير عن طريقه كتابه فيلم السينما وتصويره. ما في قاعده معينه بتقول انه المشهد لازم يكون طوله صفحه او اثنين او ثلاثه او اربعه، المشهد لازم يكون طوله قد ما لازم يكون طوله. وفيلم السينما كمان ما في قاعدة ثابتة بتقول انه لازم يكون عدد صفحاته عدد معين، مفروض عدد الصفحات يكونوا كافيين ومناسبين لحتى يخبروا قصة الفيلم، يعني لازم تكتبوا عدد صفحات قد ما القصة هي تحتاج. بس اذا بتتذكروا بفيديو سابق حكيت عن هيدا الموضوع وقلت انه ماكسيموم فيلم السينما لازم يكون طوله على الورق 150 صفحة، ولما نقول 150 صفحة يعني عم نحكي تقريبا ساعتين على الشاشة، وهو يعتبر فيلم طويل لأنه الفيلم المثالي لازم يكون وقته ساعة ونص، مشاهد ما بيتحمل يقعد على نفس الكرسي أكثر من ساعة ونص وعم بيركز على فيلم معين. لما نقول ساعة ونص ممكن يكون طول الفيلم بيتراوح بين 90 ل 120 صفحة. كيف فينا نعرف هيدا الموضوع؟
فينا نعرف هيدا الشيء لما نراقب المشاهد يلي عم نكتبها. على طول المشاهد يلي فيها اكشن او فيها فعل وحركه بتاخذ وقت اكثر على الشاشه من المشاهد يلي فيها حوار، بعكس ما كثير من الناس بيعتقدوا. مشهد الحوار ممكن ياخذ صفحتين او ثلاثه او حتى خمس صفحات، وبيكون وقته على الشاشه يمكن ما بيتعدى لدقيقه او دقيقه ونص. ممكن مشهد فيه اكشن مثلا مطاردة سيارات يكون على الورق جملة واحدة مش اكتر، بس يترجم على الشاشة بوقت يتراوح بين دقيقتين او ثلاثة او حتى اكتر. هذه هي القاعدة الاساسية اللي بتخليكم تقدروا تلاحظوا قدي ممكن يكون وقت المشاهد على الشاشة يلي عم تكتبوها على الورق. بنفس الوقت ممكن يكون عنا مشاهد حوارية وبيتخللها اكشن بقلبها. هون كمان بتصير شوي تريكي الخبرية لنقدر نعرف او نقدر نتوقع قد ممكن يكون طول المشهد على الشاشة. في عنا كذا طريقة لنقدر نعرف هيدا الشيء. بنصحكم انه اذا كان عندكم شك بمشهد معين ببساطة تمثلوا هيدا المشهد. بعرف يمكن اذا حدا شافكم رح يفكركم مجانين، لانه هيك بصير معي انا كمان، بس هيدا الشيء ضروري في حال كنتوا حابين انكم تقيسوا طول المشهد او تتوقعوا كم دقيقة ممكن يطلع على الشاشة لحتى تعرفوا اذا رح يطلع قصير كتير او طويل كتير وتقدروا تعدلوا على هالاساس. لازم انكم تمثلوا المشهد حتى لو كنتوا لوحدكم او فيكم تطلبوا من شخص موجود معكم بالبيت انه يساعدكم على تمثيل المشهد. ولما نقول تمثيل المشهد ما بعني ابدا انكم تقروا المشهد على صوت عالي، لانه عملية قراءة المشهد ما رح تعطيكم النتيجة المرجوة. فمنحط تايمر ومنمثل المشهد، يعني مثل ما نحن متخيلينه ككتاب براسنا بده يطلع اون سكرين وكيف الممثلين بدهم يقولوا الحوار، مفروض هيك تعملوا وبتقيسوا الوقت على التايمر، وهيك ممكن تقربوا الماكسيموم لحتى تقدروا تعرفوا قد ممكن يكون طوله لهيدا المشهد. اكيد الطريقة الثانية لتقدروا تعرفوا اذا المشاهد تبعكم رح تاخد سكرين تايم كتير او الفيلم تبعكم كتير طويل هو انكم تاخدوا رأي المخرج. المخرج هو اكثر حدا بيقدر انه يعطي تصور واضح لقد ممكن يكون وقت هيدا الفيلم. بالنهاية هو يلي رح ينفذ العمل وهو عنده الخبرة بطريقة التنفيذ وبالفيجوال بهيدا الموضوع، وممكن انه يقدر 90% قد ممكن يكون طوله هيدا الفيلم. ففيكم تاخذوا رأي المخرج بهيدا الموضوع اذا كان عندكم شك انه ممكن تكونوا كاتبين فيلم كتير طويل او فيلم كتير قصير. كمان فيكم تستخدموا سيناري لحتى تستفيدوا من الخدمات اللي نحن بنقدمها بهيدا الاطار. رح اترك الايميل بالديسكريبشن بوكس، كمان رح اترك الويب سايت لتقدروا تفوتوا على الويب سايت وتشوفوا شو الخدمات اللي نحن بنقدمها وشو النصايح اللي بنعطيها للكتاب الجديد. بنصحكم انكم ما تعتلوا هم هيدا الموضوع كثير انتم عم تكتبوا اول درافت من الفيلم تبعكم، لانه اول درافت على طول نحن مفروض نكتبها من قلبنا، مو مفروض انه نحط كل شيء موجود براسنا على الورق. ما تخلوا هيدا الشيء يكون حاجز وتبلشوا تعملوا ري رايتنج من اول درافت، لا، عندكم وقت بعدين انكم تكتبوا المشهد، تطولوا المشهد او تقصروا مثل ما انتم بدكم. بالمرحلة الأولى اكتبوا المشاهد وبعدين جربوا انكم تقيسوا الوقت تبعه. في عناصر كتير بتلعب دور بانه المشهد تبعكم يكون طويل كتير على الورق وقصير كتير على الشاشة، من بينتها يلي بنسميه الحشو، لما الكاتب يحط اشياء ما فينا نصورها فعليا، لما يكتب وصف هو منه بحاجه انه يكتبه، بيطلع المخرج بالناس انه كيف ممكن يصور هيدا الشيء. هول كلهم ممكن يزيدوا عدد الصفحات وهن فعليا ما بيكون لهم اي فائده لتنفيذ العمل، وما رح يقدروا يبينوا على الشاشه او انهم يتنفذوا بالكاميرا. كرمال هيك ما تنسوا انه لما نكتب فيلم سينما نحن عم نكتب الاشياء اللي بدنا نشوفها داخل هالكادر
الموجود بالسينما مش أكتر، وكل شيء بنكتبه وما بنقدر ننفذه عبر الكاميرا وبطريقة ملموسة ما المفروض انه يكون موجود بالناس تبعكم. رح نعمل فيديو عن هذا الموضوع ونفوت أكتر بالتفاصيل بوقت لاحق، بس لازم تعرفوا وتنتبهوا انه بكتابة افلام السينما المفترض انه المشاهد طبعاً تكون سريعة وما نسترسل بالحوار مثل ما بنعمل اوقات بكتابة المسلسلات التلفزيونية. بالمسلسل لانه عنا 30 حلقة او 60 حلقة او 10 حلقات، يعني بما معناه عنا 10 ساعات او 30 ساعة او 20 ساعة لنخبر هالقصة، بينما بفيلم السينما عنا بس بين ساعة ونص لساعتين لنقدر نخبر هذه القصة، وبالتالي المشاهد طبعاً لازم تكون مضبضبة straight to the point وعندها هدف واحد وأساسي مش أكتر. كمان رح نحكي أكتر عن الفرق بين كتابة النص السينمائي ونص المسلسل التلفزيوني بفيديو لاحق انتورو. لهون بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات يلي حكيناها. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتساعدونا لحتى نضل نعمل فيديوز على هيدي التشانل. اعملوا شير مع اصحابكم حتى هني كمان يستفيدوا من المعلومات يلي عم نقولها، وانا بشوفكم بفيديو جديد من هلا لوقتها. stay safe، باي.